إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لما كان أمر الساعة عظيما كان الاهتمام بشأنها والعناية بأمرها أكثر من غيرها، ولذلك تجد في القرآن الكريم الحديث عنها كثيرا. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التذكير بها بوجوب الإيمان بها، وأنها أساس عظيم من أسس هذا الدين. وإني مذكركم أيها المؤمنون بشيء من تلكم النصوص الكريمة مما يقع بين يدي الساعة من أماراتها العظيمة الدالة على قرب مجيئها ووجوب الاستعداد لها والحذر من اللهو والإعراض والغفلة عنها. أيها المسلمون، عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال؟ ما حدث به نبي قومه: إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. رواه البخاري. أيها المسلمون، وإذا أفضت الخلق وقدمت على الله يوم المحشر، فذاك اليوم العظيم الذي يرى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، ويشيب فيه الولدان، وتضع الحامل حملها، ولا محيص عنه ولا مهرب منه، ولا بد من الوقوف فيه والمكوث في عرصاته ورؤية أهواله واستلام الإنسان لكتاب أعماله والمشي إما إلى الجنة وإما إلى النار. يكرم الله فيه الصالحين من عباده، ويعفو سبحانه عمن شاء من خلقه، ويدخلهم جنته التي وصفها في القرآن الكريم وما أعد فيها من النعيم المقيم، وما عليه أهلها من الفرح والسرور، أزواج مطهرة من كل عيب ودنس، فواكه كثيرة، قطوفها دانية، أنواعها متعددة لا تنقطع عمن يشتهيها،
خدم من الولدان مخلدون منعمون، وفوق هذا النعيم رضوان الله عز وجل عليهم وتجلي الله لهم، فيرونه عيانا بأبصارهم فلا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى ربهم عز وجل، فيبقون في هذا النعيم أبد الآبدين في نعيم متواصل وفرح مستمر وعطاء غير مجذوذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه مسلم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما أن ربنا تبارك وتعالى وصف في القرآن الكريم عذاب النار، ووصف أهلها بأفظع الأوصاف، وأنها نار محرقة تطلع على الأفئدة، كلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، يعذبهم فيها بالجوع المفرط والعطش الشديد، فإذا استغاثوا أتي لهم بالزقوم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وأغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، يتقلبون فيها ويترددون بين لهب النار وبين برد زمهريرها، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أسأل الله الكريم أن يرزقني وإياكم جنته الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، وألحوا في دعاء ربكم واللجوء إليه يغفر لكم ويستجب دعاءكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فمن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علينا أن كانت هذه البلاد في حالة من الفوضى والتشتت والتناحر والفقر مما هو معلوم عند الجميع، حيث عاش الناس غير آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، حتى شاء الله تعالى أن تتوحد هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فأصبحت واحة للآمنين ومضرب مثل في الاستقرار والتطور، واستمر أبناؤه البررة على هذا الأمر بفضل الله تعالى، ثم بفضل تحكيمهم لشريعة الله في أرضه وبين عباده. وهذه النعمة التي نعيشها ونشاهدها واقعا ليست خاصة بفرد دون فرد، بل هي نعمة للجميع، ومن واجب شكرها أن يسارع الجميع إلى أن يكونوا متعاونين في ثبات أمن بلادهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أيها المسلمون، المستقرئ للتاريخ يدرك أن ما حصل من انحرافات عقدية أو عملية من بعض الأفراد أو الطوائف أو الأحزاب منذ العصور الأولى إلى وقتنا، ولا سيما ما حصل من الخوارج ومن يسمون بالقاعدة ومن تأثر بهم، كان ذلك بسبب الغلو في الدين والتجاوز لحدوده وعدم فهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح الذي فهمه سلف هذه الأمة. ونتج عن هذا الغلو
أمور منكرة ودعوات مضللة وأفكار منحرفة ومؤامرات ماكرة عانى منها العباد فتنا، وسفكت بسببها دماء معصومة، وانتهكت أعراض مصونة، وسلبت أموال محترمة. أيها المسلمون، وإن من هؤلاء الغلاة هذه الفئة الضالة والزمرة المنحرفة التي تظهر بين آونة وأخرى وتقوم بأعمال إجرامية آثمة من تعد على الدماء المعصومة والأموال المحترمة وتخطيط لجرائم لا تكون إلا من شخص تأصل الشر في نفسه والعدوان في طبعه واستولت عليه الغفلة وانتزعت من قلبه الرحمة فأشبه الحيوانات الضارية والوحوش المفترسة. تسمعون عنهم وتقرؤون أفعالهم وأقوالهم، ومنها الاختطاف والتعدي على الأبرياء وترويعهم وتعريضهم للقتل أو التعذيب، فتلك جرائم لا تقرها شريعة الإسلام ولا يقرها العقلاء من الناس في كل مكان. وبفضل الله تعالى ثم بجهود ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم، كلما طلع منهم قرن قطع وظهرت نواياهم السيئة وتخطيطاتهم الخبيثة وانكشف القناع الذي يتسترون خلفه لتحقيق مآربهم ومقاصدهم السيئة، وتبين للجميع أن لهذه الفئة الضالة بأعمالها لا تريد للدين نصرة ولا للإسلام رفعة، بل تريد زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتسليط الأعداء على بلاد المسلمين. أيها المسلمون، إن وقوع هذه الأحداث وغيرها يؤكد وجوب اجتماع كلمة المسلمين والاعتصام بحبل الله المتين، فإن الله تعالى أمر بذلك ونهى عن التفرق والتحزب، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن الاعتصام بحبل الله لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر، فالسمع والطاعة لولي الأمر من المسلمين في غير معصية أصل من أصول الدين، وقد عده الأئمة الأعلام من أصول العقائد، وتواترت النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة على ضرورة طاعة ولاة الأمر في المعروف ولزومها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، كما دلت النصوص على أن التمرد على ولي الأمر معصية لله ومخالفة لأمره وتمزيق لوحدة الأمة وتهديد لأمنها وكيانها واقتصادها، ويكون الخوف والقلق لأفراد المجتمع وتشجيع لارتكاب الجرائم بشتى أنواعها. كما أن وقوع هذه الحوادث يؤكد علينا الحذر من التستر على أولئك المجرمين وإيوائهم، فإن التستر والإيواء لهم من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي يأتي بالفساد في الأرض، ويا ويل من أعانهم أو أيدهم أو اعتذر لهم أو فرح بذلك. كما أن الواجب على العلماء وطلاب العلم والآباء والأمهات والمدرسين والموجهين والوعاظ والمرشدين، الواجب عليهم التنبيه على خطر هؤلاء وسوء صنيعهم وتوجيه الشباب وإرشادهم إلى المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة،
وإلى الرجوع إلى العلماء الموثوق بهم، وإلى حلقات العلم والمعرفة ومدارسة العلم النافع، هذا واجبنا جميعا. وفق الله الجميع وبارك في الجهد وسدد الخطى وحفظ بلادنا من الفتن والشرور وجعله آمنا مستقرا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلوا وسلموا على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين من المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات، وانصر المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم أعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وانصره على أعدائه يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا وتباركوا، اتموا الصفوف، تناظروا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.